اليوم صباح موصلي جميل جدا. تألقت ثانوية صنعاء للبنات في معرضها الأول لهذا العام، وحضرنا نحن نيابة عن المدير عام تربية نينا والأستاذ خالد جمعة. حقيقة كان المعرض متألق ومعرض رائع جدا، تنوعت في نتيجات الطالبات. طبعا هذه المعارض هي كلها تقوية لمواهب الطلاب، وفي نفس الوقت ظهور إبداعات لكل من كانت في تلك السنوات التي مضت السنوات العجاف حقيقة على طلبتنا الأعزاء. حضور المشرفين كان له الوقع الخاص، كذلك تميز الست المديرة وحضور المشرفين أيضا كان له تأثير كبير جدا على نفسية الطالبات، وتألقوا الكثير منهم في مجال إبداعاتهم الفنية والإلكترونية والكيميائية والفيزيائية. كل التقدير لهم وكل الاحترام لكل من كان لديه في هذه المعارض الجميلة. اليوم كان لنا الشرف الكبير بحضور وكيل السيد المدير العام وكوكبة من مشرفي إشراف الاختصاص من كافة الاختصاصات، اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الرياضية والكيمياء والفيزياء، بحضور مهرجان ربيع نينوى الجديد، وإن شاء الله ستعود نينوى أبهى وأزهى مما كانت عليه بفضل جهودنا وتكاتفنا وبفضل الدعم الذي نتلقاه من السادة المشرفين والسيد مدير عام تربية نينوى الأستاذ خالد جمعة الشاهين. مشكورا وأوجه شكري وتقديري لكافة ملاك متوسطة صنعاء للبنات لما بذلوه من جهد في وصول المهرجان بهذا الشكل. شاركنا اليوم مهرجان ربيع نينوى الجديد في معرض الكيمياء، عملنا التجربة امتصاص الأكسجين من الماء، وكان المعرض جميل جدا بحضور عدد من الأساتذة.